النائب الدكتور أحمد عبد الله عبد أبو مازن يشارك بمؤتمر موسع نظمه تحالف القوى بحضور عشائري كبير جنوب بغداد. محافظ صلاح الدين يتابع تطوير مقتربات مجسر الدلة وسط تكريت ويوجه بإعادة تنظيم المرور والإنارة وتسهيل تنقلات المواطنين. محافظ صلاح الدين يناقش مع مدير عام الصحة الخيارات والبدائل لرفع مستوى الخدمات الصحية في المستشفيات ومواصلة التأهب ضد كورونا. وتوقف الحياة الاقتصادية في الأسواق العراقية بسبب سعر صرف الدولار وجمع تواقيع نيابية لاستجواب الطاقم الاقتصادي في الحكومة.